بيشرفنا الآن زميل عزيز ومحللنا الرقمي محمد الباز، نتكلم معاه بقى على الأرقام النهارده. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن أيمن، منورني. نور حضرتك. مساء الخير على جمهور النادي الأهلي. أنا عايزك في الأرقام بقى. ادخل علم الناس دي في الأرقام. يعني بصراحة الأهلي قبل بطولة كأس العالم للأندية كان سايب أرقام قياسية برضه. صحيح. يعني على المستوى الدوري احنا لعبنا الموسم الحالي 15 مباراة، أنا مش عايز أقول بقى الفوز والتعادل كده، لا أنا عايز أخش بقى في الناحية التهديفية والهجومية والغزارة اللي احنا شفناها من النادي الأهلي. بنتكلم في 15 مباراة، لما نسجل 26 هدف في 15 مباراة، لما نصنع 73 فرصة في 15 مباراة رغم كل الضغوط واللي حضرتك شرحته والإرهاق وكل اللي بنعاني منه. سايبين الدوري بنتائج إيجابية وأرقام إيجابية، رحنا لكأس العالم للأندية كتبنا أرقام قياسية كبيرة جدا. خلي بالك الأرقام القياسية دي مش هتتكرر. مش هتتكرر. لأن خلاص ليها نظام جديد، البطولة ليها نظام جديد. صحيح. فأنت صاحب الأرقام القياسية اللي فاتت واللي جاي. مظبوط، وقفلت عليها وخلاص، ما حدش هيقدر يتخطاها. بالظبط. وده يعني إن شاء الله النسخة الجديدة هنعمل شغل أكيد مختلف بإذن الله، وأكيد في استعدادات مختلفة أكيد. إن شاء يعني. الله بإذن الله. أرقام كلها إيجابية لصالح النادي الأهلي. النهارده مباراه سيراميكا يعني فريق كويس جدا، ماشي كويس جدا من ناحيه برضو التهديفيه والناحيه الدفاعيه. النقاط الفنيه مع كابتن ايمن الرمادي بتقول حاجات ايجابيه بشكل كبير جدا، بتخلينا نقول لا احنا هنلاعب خصم قوي، خصم عنيد، خصم طبعا اكيد عنده طموحات بالارقام حتى في خلال الموسم الحالي، بيورينا لا هم مش عشان كده. خلينا نبدا باستعراض مقارنه رقميه ما بين النادي الاهلي وسيراميكا في مشوار الدوري الحالي. احنا عارفين طبعا هم لعبوا مباريات اكتر مننا، 9 مباريات، احنا 6 مباريات، فزنا في 4 وتعادلنا في مباريتين، الحمد لله ما فيش ولا خساره بالنسبه لهم. هم فازوا برضو في 4 وتعادلوا في مباريتين وعندهم 3 خسائر. الاهداف احنا 15 هدف في 6 مباريات، هم 12 هدف، ورقم برضو 12 من 9 مباريات، يعني معدل هدف بالمباراه او يزيد شويه. بالنسبه للاهداف المتوقعه الاكس جي، سيراميكا بقى هنا لفتت انتباهي في الارقام شويه. صح. لان يعني 23 هدف كان المفروض يحققوهم او يصلوا او يحرزوهم فريق سيراميكا، ده بيقول لنا كابتن ايمن ان عندهم صناعه الاهداف والوصول للمرمى والتسديدات على المرمى، لا فريق بيوصل. هم ادائهم هجومي زايد عن الحد جدا. حتى دفاعيا بيتساوى مع النادي الاهلي على فكره في الاهداف المستقبله، ويعتبر ثاني اقوى فريق من الناحيه الدفاعيه في مشوار الدوري حتى الان في 9 مباريات. النادي الاهلي كان ممكن طبعا نتخطى ال 15 هدف في الست مباريات. الركنيات عندنا طبعا 48، عندهم 50، وده برضو رقم بيقول لنا طبعا كل الغزارة أو الناحية الهجومية عندهم قوية. صحيح. ماشيين بشكل كويس جدا. صناعة الأهداف متساوية، عندهم 11 أسيست وإحنا 11 أسيست، يعني طبعا بنلفت الانتباه ان احنا 6 مباريات وما 9 مباريات، ولكن بالمتوسط في المباريات لا ماشيين كويس، ارقامهم كويسه. مزبوط. جدا. التمريرات المفتاحيه للوصول مرمى 92، وده رقم عند سيراميكا كبير جدا. ناخد بالنا الناس دي بتوصل بتعمل اسيستات، بتوصل بتعمل تمريرات مفتاحيه، بتسدد على المرمى بشكل كويس جدا. اجمالي الفرص عندهم، وده رقم ثاني وقفني، كنت بقول لحضرتك لان هم من اجمالي الفرص والتمريرات المفتاحيه والاسيست كان ممكن يصلوا ل 24 هدف. يعني وده ارقام كبيره جدا، احنا اجمالي الفرص عندنا 73 فرصه. نكمل بقى دي الناحيه الهجوميه، بتقول لنا الفرقتين ماشيين ازاي، فريق سيراميكا فريق ماشي رقميا بشكل كويس جدا. اجمالي بقى المحاولات والتسديدات عند سيراميكا في المباريات اللي فاتت التسع مباريات، نتكلم في 141، يعني تقريبا 55 بشكل صحيح، منهم 39% دقه. يعني التسديدات بالمباراه يا كابتن ايمن عند سيراميكا 16 تسديده على المباراه على المرمى في المباراه الواحده، منهم 6 اون تارجت، 3 خشبات ب 39% الدقه بتاعتهم. النادي الاهلي تقريبا بيتساوي معانا، يعني احنا 15 تسديده في المباراه الواحده على منهم 5 اون تارجت بنسبه 32% الدقه بتاعتهم. العرضيات نفس الكلام، نتكلم ان هم بيعملوا عرضيات يعني بشكل كويس جدا، 140 عرضيه 33 منهم شكل صحيح. الدقه عندنا وعندهم في العرضيات والكورسات مش احسن حاجه، وحتى ده بيترجم ان الاهداف عندنا طبعا من العرضيات او من الركنيات يعني يعتبر زيرو، يعني ما فيش ايجابيه في الناحيه ديت بشكل كبير. الاستحواذ تقريبا بيتساوى معانا في الاستحواذ، يعني بيصل ل 56%، وده فريق كويس جدا في الاستحواذ، لان التمريرات عندهم بالمباراه بيقارب ال 400 تمريره في المباراه، وده رقم طبعا من فوق ال 400 بيقول لنا الفريق بيمسك كوره بشكل كويس، وبالتالي الاستحواذ فعلا بالظبط. فبالتالي الاستحواذ عندهم ماشي كويس جدا. حتى اللونج بولز عندهم بيعملوها برضو زينا، يعني هم 40 لونج بول بيعملوا الكرات الطوليه في ظهر المدافعين او على الاطراف. هم مميزين هجوميا، ولكن عندهم
يعني بعض المشاكل في الخط الدفاعي. بالظبط، والربط ما بين الدفاع خط الدفاع مزبوط. وخط الهجوم هو هنا في شويه مشاكل فعلا الارقام بتقول عليه. الاهداف المستقبله بقى الناحيه الدفاعيه ما استقبلوا 9 اهداف في 9 مباريات، يعني معدل كل مباراه يستقبلوا هدف. احنا الحمد لله اقوى خط دفاع، ولكن هم تقريبا ثاني او ثالث اقوى خط دفاع، يعني حتى في استقبال الاهداف في الدوري في 9 مباريات احنا استقبلنا 4 اهداف. الاهداف المستقبله المتوقع كان ممكن يدخل فيهم 20 هدف. وده بيقول لك ان طبعا عندهم مشاكل زي ما حضرتك وصفت بالظبط في ان الفرق الخصم بتوصل وبتسدد عليهم. احنا يعني طبعا 9 اهداف. بالنسبه للشباك النظيفه او كلين شيت احنا عندنا مباريتين كلين شيت بالنسبه لسيراميكا 3، وده رقم برضو كويس من 9. تسديدات مستقبله، يعني احنا هم استقبلوا عليهم تسديدات، الخصم سدد عليهم 83 تسديده في 9 لقاءات، وده برضو رقم كبير. يعني وطبعا بيترجم ان بيقول لحضرتك ان الاكس جي في الاهداف المستقبله عليهم كان ممكن يوصل ل 20 من كميه التسديدات على المرمى بتاعتهم اللي هي 83. ثم عندهم حارس مرمى محمد بسام يمكن بيتالق دايما قدام النادي الاهلي. هو كل الناس بتتالق قدام الاهلي، يعني مش بسام بس. يعني احصائيات بقى، احنا عارفين ان سيراميكا اخر 5 مباريات ماشي بشكل كويس. فاز في 3 مباريات، عنده تعادل في مباراه وخساره في مباراه واحده، يعني فاز على انبي 4-0، فاز على 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 بيراميدز 2-0. عامل اجواء كويسه، عامل قدام خصم عنيد زي انبي او بيراميدز، لا ماشي كويس جدا. فاخر مباراه هو الخساره في الخمس مباريات الاخيره كانت من النادي الاهلي، وكانت 2-1. وطبعا احنا عارفين الهدف بتاعنا كان برده خصم عنيد، احنا كان القاضيه من قفشه في البلس 90. فده برضو رقميا لازم ناخد بالنا ان احنا بنلعب او نلعب قدام خصم عنيد النهارده، خصم قوي رقميا اهو بيظهر. يعني الاخطاء 19 ضد الاهلي و11 ضد سيراميكا. الركنيات في المباراه دي كانت 6 ركنيات عملوهم علينا. الاهلي عمل او كسب 9 ركنيات، التسلل 1-1. التسديدات بص هنا برضو يا كابتن ايمن، عملوا 16 تسديده على النادي الاهلي، 7 اون تارجت. دي احصائيه مباراه الاهلي وسيراميكا اللي احنا فزنا فيها 2-1 في البلس 90. نفس الكلام احنا 16 تسديده على المرمى، منهم 8 اون تارجت بنسبه 50% الدقه عندنا، هم 44 برضه في المية الدقه عندهم، ده كويسه برضه. الاهداف المتوقعه الاكس جي كان ممكن يصلوا لهدفين، هم كان ممكن يحرزوا هدفين، هم طبعا يعني احرزوا هدف واحد، اما احنا طبعا كنا ممكن نتخطى الهدفين اللي احنا فزنا، نوصل لاربع اهداف. الفرص طبعا احنا صنعنا 15 فرصه هم 12 فرصه، وده اللي قلناه بالارقام، مشوارهم في الدوري بيصنعوا فرص كتيره جدا، تمريرات مفتاحيه عندهم، استحواذنا يعني احنا بقى اللي كسبنا الاستحواذ ب 64% مقابل 36%. الاستحواذ حتى بالدقائق التاتشز بقى اللي انا اقصدها برجل لاعبتنا كنا احنا اعلى طبعا 26، وبالدليل ان احنا 64% الاستحواذ. نكمل برضو نشوف بقيه التمريرات، يعني احنا دايما فوق ال 500 تمرير، هم بقى في المباراه دي احنا مسكنا كل حاجه، حتى التمريرات عندهم كانت قليله جدا 300 تمريره، مع انهم في كل مبارياتهم بيتخطوا ال 400 تمريره في المباراه الواحده. حتى الشورت باسس عندهم كانت قليله، احنا عندنا يعني 442 صحيحه من 489. اللونج بولز هم عملوا 33 11 صحيحه، احنا عملنا 46 26 منهم صحيحه، كان رقم قياسي او قوي جدا 57%. حتى العرضيات حتى المراوغات هم يعني تقريبا في العرضيات اقل، احنا طبعا 22 عرضيه 14 منهم صحيحه او بدقه 64%. دريبلينج عندنا كان شكله كويس جدا في المباراه ديت، 22 منهم 14 صحيحه بنسبه 64% هم في الدريبلينج. كسب الكوره طبعا هم بيكسبوا الكوره بشكل كويس، يعني هم بيعملوا الريكفري او البول ريكفري بشكل استعاده الكوره بشكل كويس جدا، يعني 94 مره واحنا 100 مره على طول. احنا عندنا الاهلي الميزه طبعا في الريكفري وبقى سريع جدا. خساره الكوره هنا 47 مره عند سيراميكا، لما بصينا في انهي تلت كان في التلت الاوسط دايما، لان هم بيحاولوا ان هم يعملوا الاستحواذ كده. مشاكلهم في حته واحده، معظم الاهداف اللي دخلت بيهم في اخر 5 او 6 مباريات من الكرات العرضيه المتحركه. يعني عندنا 3 امثله سريعه جدا ممكن نبص عليها بسرعه. ال3 اهداف كوبي بيست في 3 ماتشات مختلفه، سواء كان في مباراه الجيش او في مباراه حتى انبي على ما يعني متذكر. هنا دي مباراه الجيش، بص يا كابتن ايمن الكوره بتترفع، هم عارفين يعني كانوا مذاكرينهم بشكل كويس، ماشي 1-0 الماتش ده بالظبط، على طول على راسه وقت الكوره نازله جون. نشوف المثال الثاني سريعا، نفس الكلام ده مباراه انبي نفس الكلام هنا، بص اللي رقم 4 بيرفع على طول هناك، الخصم طلع مع الكوره دي جون على طول، بالعرضيه برده من الكرات اللي هي العرضيه المتحركه. صح، نفس الكلام هنا برضو، ده فيوتشر هدف فيوتشر برضو الاولاني، نكمل الكره اتعملت عرضيه كروس كده صغير على طول جول. يعني 3 ماتشات مختلفه بنفس الشكل يا كابتن ايمن، ودي ممكن نستغلها النهارده بشكل باذن الله. ده اجمالا كده عن مباراه اليوم والارقام اللي صنعها الاهلي. كل التوفيق ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله.
لينا لقاء باذن الله بعد المباراه ان شاء الله. شكرا كابتن ايمن.